قامت الحكومه بعده اجتماعات مسائيه بهدف الوقوف على الوضعيه. المهم هادشي كله كتعرفوه. نمشيو للارقام. الارقام منذ بدايه السنه الى غايه 15 فبراير تمت مراقبه 45384 45384 محلا للانتاج والتخزيني والبيع بالجمله والتقسيط. تم خلالها رصد 2457 مخالفه. اعيد 2457 مخالفه. فاش في مجال الاسعار بالنسبه للمواد اللي محدده الاسعار ديالها. والسي محمد فران راه دار واحد الاحاله مباشره على القانون اللي واضح ويكفي انه نقراوه ونعرفوا الامكانيات اللي راه موجوده عند الحكومه من عدمه. وجوده المواد الغذائيه. وتم اتخاذ في حقها الاجراءات التاليه القانونيه اللازمه، بحيث تمت احاله محاضر اثبات المخالفات الى وكيل الملك في حق 2110 منها. تمت احاله محاضر اثبات المخالفات الى السيد وكيل الملك في حق 2110 مخالفه منها. وفيما يخص جوده المنتجات والمواد المخزنة أو المعروضة للبيع، فقد قامت اللجان المختلطة خلال هذه الفترة بحجز وإتلاف ما يعادل 273 طن، بالضبط 272819 كيلوغرام من المواد التي تم حجزها وإتلافها لأنها غير صالحة للاستهلاك. شنو هي هذه المواد هذه؟ فيها 180 طن من الخضر والفواكه، 15952 كيلوغرام من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، 13044 كيلوغرام من الدقيق ومشتقاته، المأكولات الجاهزة 12981 كيلوغرام، المخبوزات والحلويات 12330 كيلوغرام، التمور والفواكه الجافة 732 كيلوغرام، توابل 5938 كيلوغرام، الحليب ومشتقاته 5520 كيلوغرام، المعلبات 4160 كيلوغرام، القطاني 3950 كيلوغرام، الزيتون والزيت 3059 كيلوغرام، المشروبات والعصائر 2989 كيلوغرام، مواد التنظيف 2518 كيلوغرام، السكر والبن والشاي 1378 كيلوغرام، مواد غذائية مختلفة 1021 كيلوغرام. ولقد قامت اللجان المحلية في إطار العملية برصد عدة مخازن غير مرخص لها يتم توظيفها للإدخار السري واحتكار مجموعة من المواد، بحيث تم رصد 3 مخازن بعيت ملول، 2 المخازن بمدينة الرباط، 2 المخازن بمدينة تطوان، ومخزن واحد بكل من مدينة وجدة وأسفي وسيدي سليمان وخنيفرة. وقد مكنت هذه العملية من حجز ما يفوق 192 طن من المواد الغذائية المدخرة سريا والتي يعتزم توجيهها للمضاربة. وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مرتكبي هذه المخالفات، وتواصل اللجان المحلية عملها من أجل مواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار. وضعية التمويل ما نتكلمش عليها، انتم كتعرفوها، هي في وضعية عادية جدا، ويتم تمويل السوق الوطني بمختلف المنتجات التي يحتاج إليها. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.